أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. تقدمت القوات العراقية داخل مركز مدينة تل عفر بعد تحرير أغلب القرى والأحياء، فيما وصلت قوات مكافحة الإرهاب إلى مداخل حي القلعة تمهيدا لاقتحامه وسط أنباء أنه قد يمثل آخر مركز للتنظيم داخل تل عفر. وحرر الجيش نحو نصف مساحة قضاء تل عفر ومحيطه، وقتل المئات من أفراد داعش بمساعدة من طائرات التحالف الدولي. وصل الجيش اللبناني استعداده لشن الهجوم الأخير على مقاتلي داعش في منطقة راس بعلبك والقاع الحدودية مع سوريا، حيث تشن القوات عملية منذ 7 أيام، ويتطلع الجيش للوصول لآخر مواقع الإرهابيين الذين يحتلون 20 كيلومتر مربع من أصل 120 كانت تحت احتلالهم قبل بدء العملية العسكرية السبت الماضي. قصفت مقاتلات روسية تجمعا للنازحين في ناحية عقيربات بريف حماة الشرقي وسط سوريا، ما أدى إلى قتل 7 مدنيين وإصابة 20 آخرين بجروح. وأشارت مصادر محلية إلى أن حصيلة القصف مرشحة للارتفاع بسبب وجود مصابين بحالة خطرة، فضلا عن عدم وجود مستشفيات أو نقاط طبية في المنطقة. أغلقت السلطات البريطانية قصر باكنغهام الملكي بالعاصمة البريطانية لندن عقب استهداف مسلح بسكين لجنديين وإصابتهما بجروح. وكثفت الشرطة البريطانية تواجدها في شوارع لندن لحراسة المواقع المهمة بما في ذلك قصر باكنغهام وداونينغ ستريت، وذلك في أعقاب الهجوم الانتحاري في مانشستر في مايو الماضي. أطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ قصيرة المدى قبالة السواحل الشرقية، وقال الجيش الأمريكي إن 3 صواريخ أطلقتها كوريا الشمالية فشلت أو سرعان ما انفجرت، مشيرا إلى أنها لم تشكل تهديدا على غوام أو أمريكا الشمالية. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فوز بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي الموسم الماضي، متفوقا على زميليه زلاتان إبراهيموفيتش وهنريك مخيتاريان. وشارك بوغبا العائد إلى اليونايتد من يوفنتوس العام الماضي في 15 مباراة هي كل مباريات فريقه بالبطولة، وسجل 3 أهداف في البطولة الأوروبية الثانية ليساعد فريقه على الفوز باللقب لأول مرة في مايو الماضي. الموجز، إلى اللقاء.